الله أكبر الله أكبر، هذا دم أحد كلاب الأسد الغناصين الذي كان يرمي على كتيبة أهل السنة وتم قنصه على يد عناصر أهل السنة. الله أكبر والعزة لله، الله أكبر، هذا دم الكلب الخنزير الغناص الذي كان يقنص المجاهدين، وسبحان الله تم قنصه على يد كتيبة أهل السنة الأشاوس الأبطال. الله أكبر الله أكبر، هذا دم الكلب، الله أكبر والعزة لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا دم الكلب الخنزير، الله أكبر والعزة لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر، وهذه طلقاتهم التي كانوا يرمونها على المجاهدين، وهذه وكورهم. الله أكبر الله أكبر، كتيبة أهل السنة. الله أكبر الله أكبر والعزة لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله. وهذه منشوراتهم التي يعطونها لعناصرهم. الله أكبر الله أكبر والعزة لله. كتيبة أهل السنة، محاصرة مطار دير الزور العسكري الذي يقصف المدنيين العزل. هنا كانت كلاب الأسد. الله أكبر والعزة لله. تم قتل هذا القناص برشاش بكيسيه من رشاشات كتيبة أهل السنة وعلى يد عناصر أهل السنة. الله أكبر والعزة لله.